ما فيش، هو الفلاح البسيط بيتكلم على ازمه الاسمده، على الاسمده المصريه اللي هو ابو قير مثلا، السويس مثلا دلوقتي مثلا، وليكن مصنع ابو قير واقف بقاله شهر شغال تصدير، مش لاقي الشكاره بتاعته، مش لاقي غير في الجمعيات اللي ملوش بطاقه جمعيه او كده ما بيعرفش يجيب. فما بيجي ابو قير مثلا يقف شهر ولا شهرين تصدير ولا حاجه، فبيبقى في ازمه في السوق، بتبقى. وبعدين كده هو بيتكلم برضو في تزايد الاسعار، اسعار السماد ارتفعت بطريقه 200%. فلاح عنده طبعا الزرع بتاعه والحاجه بتاعته انتاج مثلا ما زادش هو بالنسبه له، فهي دي المعادله. المعادله الحاجه التانية بقى اللي احنا عاوزين ان كله يستفاد منها، الفلاح اللي كانوا بيقول لك هيخلوا الكيماوي اللي هو ابو قير اللي هو بيدعمه للفلاح، هيخلي مع الحر، هيخلوهم الاثنين زي ما موضوع الدولار كده، يخلوهم تسعيره واحده الاثنين عشان يوصل كل حاجه، ويدعم الفلاح بدعم مادي. تمام. فاحنا ده احنا بنطالب بيها، ان يبقى الدعم دعم، يبقى عشان ما بيوصلش المزارعين كتير، في ناس كتيره ما بتوصلش الدعم للمزارع. فاحنا عاوزين بنطالب ان هم كانوا وافقوا كذا مره بالموضوع، بس ما فيش تنفيذ. عاوزين الشكاره زي ما بتطلع في الحر تطلع في البتاع، ودعمونه فلوس زي ما كان، زي ما بيحصل في حاجات كتير عشان يستفاد منه الفلاح، لكن بيستفاد منها ناس تانيه خالص.